Hey guys, أنا روز. أهلا فيكم في ماي شانل إذا جديد. ويلكم باك إذا قديم. فيديو اليوم حيكون عن الكتب يلي حابة أقرأها بهيدي الفترة. وهوبفلي أي ويل. أي هاف أ كوفي. بسم الله خليها تبين. I don't know. أوكي بينت. أي هاف أ كوفي. يس ماما عم بستعمل مجي. Get over it. ويس رغد لبست لك قميصي. Get over it. حنبلش بالبوكس. The ones يلي I'm definitely gonna read. يعني شو ما صار هن The Atlas 6 و The Atlas Paradox ويلي بعدها الحمرة The Atlas بلا 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 ححطها right here. قلتلكن قبل انه I've read the first one. يا حالم قالوا لي ما كتير احكي English. I have to stop. لازم وقف. يلا challenge. فيديو كامل عربي ولا كلمة English. Let's start هلا. قهوتي لذيذة. I'm kidding. عم بمزح مش هالقد يعني بس لا مش عم بمزح انه ححاول عربي كل الفيديو. عم بمزح انه قهوتي لذيذة. Anyways. The Atlas 6 هو عن جروب سحرة ما بيعرفوا بعض. حدا مثل مدير او بيعتني بالعالم يلي بي اكاديمي اسمها The Alexandrian Society. وهيدي السوسايتي بتتخصص ب اشطر سحرة بالعالم. بأشياء مختلفة يعني منهم سحرة بالسفر، منهم سحرة بالبلانتس، منهم سحرة بالقراءة العقول، هيك فايبس. وهلأ عم بيجمعهم هو currently بأول حاليا بأول كم تشابتر وبعدين حنفوت بالقصة القصة والمخاطر يلي بتجيلهم هن وبهيدي السوسايتي. وانه كتير في شيء بيقولوا له اسمه هاي ستيكس. شو يعني كتير المخاطر عاليه قويه شيء هيك. فلازم اقراهم هول لانه اذا ما قريت الاثنين ما حاشتري الثالث. ححط على حالي شرط انه ما حجيب الثالث. فلازم اقرا هول الاثنين هذا الشهر والشهر الجاي كرمال اسمح لحالي اجيب الثالث. The Atlas 6 و The Atlas Paradox done. مادام ما بلشنا سيريز حكمل سيريز. بعرف حكي كذا مرة عن هول الكتب بس جايز يعني رحمونا شوي. Reading slump يعني ما بتفهم وما عم بقرا شيء to be honest. أكون صريحة مش to be honest. كرمال هيك هيدا فيديو تشجيعي إلي وإلكن حتى لو حكي عن هول الكتب قبل. السيريز الجاية يلي بدي خلصها هن A Good Girl's Guide to Murder. قرأت أول كتاب مثل ما قلت لكم ما بعتقد رح أعيده. بعتقد حلاقي شي فيديو على اليوتيوب عم يحكي عن كل البلوت وبقرأ وبحضره وبرجع بقرأ التاني والتالت. التاني قصير فقد ايه صفحات let me see 297 صفحة فإنه it's not هالقد مش هالقد صعب. والتالت يا ماما 455 صفحة بس ما بيأثر لأنه بكون الأخير فبكون يعني هون متحمسة لخلص وهيك فإنه ماشي الحال. إذا بعد حدا مثل بسيط عايش بحجرة وما بيعرف هيدي السيريز حقلكن عنه. هيدي السيريز هي عن بيب يلي بتكون ستودنت كتير شاطرة بالمدرسة بيكون عندهم نشاط إنه ينقوا موضوع من المواضيع ويعملوا عنه بحث كامل متكامل هيك. واحدة من المواضيع بتكون جريمة القتل يلي صارت مع واحد عندهم بالحي يعني قتل وحدة قتل his girlfriend. فهيدا هو نشاطه انه تجمع كل المعلومات عن هيدي المردر عن هيدي الجريمة. بس هي مش مآمنة اصلا انه هو يلي عمل هيك لانه هي كانت الديك كمان مش مآمن الهيئة لأنه هي كانت شوية بتحتك معه هي وأصغر لأنه هو كان رفيق أختها. هيدا اللي بتذكره ما بعرف إذا صح أو غلط لما أحضر فيديو التلخيص بقلكن ف يعني خلص طيب فهمنا أنه هلأ صار الصباح الساعة 7:30 8 وبعده عم بيجعر يا الله. ايه فبدل ما خلاص شو عم بيصير؟ ف
فبتصير بدل ما تعطيهم المعلومات اللي اوريدي موجودين عن هيدي الجريمه، هي عم تحاول تقنع حالها والعالم كلهم تكتشف الحقيقه انه مش هو يلي قتل البنت. فهي هي ذا سكند سيريز. خلصنا السيريزات، هلا عنا ثلاثة ستاند الونز لازم يخلصوا بهالكم شهر. منيح عنا 8 كتب، بجانيوري قريت 9 كتب، يعني فيني خلصهم. ما مش شيء كثير خيالي. ليتس دو نعمل اكلاسيك، يعني خلص يا الله يا ديك. ليتس دو اكلاسيك. هاي الكلاسيك انا اشتريتها يمكن كنت بال 11 او 12 بالمدرسه وبعدني ما قريتها. بتذكر قريت صفحتين على القد قدام الكنيسه حد المدرسه انا ومدري مين كنت ناطره، وبعدني ما فتحته من وقتها. يلي هو 1984 by George Orwell. صح؟ أورويل؟ برين فضي ماي ستورج فكان لازم محي 100 شغله. anyways back to نرجع للبروجرام 1984. ما بعرف عن شو لأكون صريحة معكم، هات لنشوف. اوكي منيح انه ما قرأت هالشي بالمدرسة لأنه ما بعتقد كنت استفدت منه مثل ما هلا حاستفيد، لأنه إذا يو فولو مي على انستا بتعرفوا انه ام جيتينج انه أكثر عم بندمج بالسياسة وشو عم بيصير بالدنيا والتاريخ، مش تاريخ يعني تاريخ أشياء ما إلها معنى، تاريخ أشياء بتأثر فينا هلا يعني بفلسطين وهيك. فبعتقد انه 1984 حتفيدني لانه جورج اورويل مثل ما قرأوا كتبوا هون. يي لا اذا سكرت ببين انا ايه اوكي اي هاف تو لازم اوقف هون هيك ما ببين. بعتقد انه 1984 رح تفيدني بهيدا الشيء كرمال في اشياء ما كنت افهمها انا وبالمدرسه وهلا بفهمها، فبعتقد حينجح الموضوع. اللي فهمته انه جورج اورويل بهيدي النوفل تخيل ريجيم، شو يعني نظام توتاليتاري بالعربي نفسها، بالعربي نفس الكلمه توتاليتاريان ما بعرف، انه بيج براذر هو انه يعني الجفرمنت وهيك اشياء. بعدني جديده على البوليتكس، ما عندي كثير الكلمات لاوصف شو بعرف براسي، فانه شوي شوي اصبروا علينا. لننتقل شوي كمان بعدنا ساي فاي بس انه اكثر شوي ثريلر فايب، اللي هو تايم شيلتر لجورجي غوسبودينوف. ربحت الانترناشونال بوكر برايز ل 2023 which is خيالي. هيدا مثل ما بتذكر لما قرات لكم السينوبسيس التلخيص يعني السينوبسيس لا صح؟ هيلي ور حدا اسمه غوستين بيفتح كلينيك للماضي، اسمه كلينيك للماضي. شو بيعمل هيدا الكلينيك؟ بيعمل علاج للألزهايمرز بيخليهم بكلتا بيرجعوا على سنين معينة من حياتهم، فإنه كرمال يخلوا ذكرياتهم عايشة. بس مع تطوره لهيدا الكلينيك وكل طابق صار أحسن وأحسن، كل أوضة صارت أكثر حقيقية وأكثر ظابطة، صاروا العالم يلي ما عندهم الزهايمرز صار بدهم يجوا لهون كرمال ما يواجهوا الحاضر والمستقبل ويضلوا عايشين بالماضي او يرجعوا على الماضي يصلحوا اشياء او هيك اشياء يعني. واكيد بتتخيلوا شو بصير اذا عالم هالقد شو يعني desperate يلا روز لو مثل كانه هالقد ميتين ليرجعوا لورا، بتعرفوا قد ايه حيصير في مشاكل اذا هالقد في شغف لل رجع لورا. فهذا هو تايم شيلتر لجورجي غوسبودينوف. بليز 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 روز اقراي كل هول اللي عم تحكي عنهم بليز. ختامها مسك مع The Secret History لدونا تارت. ليكو قد ايه بريك هي قدهم كلهم مع بعض، بس ما عم بقرا لانه I know انه I'm gonna love this. اوكي okay, بالعربي روز. ما عم بقرا لانه بعرف انه ححبه كثير 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 وحيغير لي حياتي للابد،
فمثل كأنه عم أجله يعني كرمال ما بعرف كرمال شو. خليني أقلكن عن السيكريت هيستوري. Secret History by Donna Tartt كتير بيشبهوه لتاني أحلى كتاب إلي بالعالم. أحلى كتاب هو Magnolia Parks. تاني أحلى كتاب هو If We Were Villains. Hell yeah brother. بقراه كل سبتمبر هيدا الكتاب. فهيدا بيقولوا إنه أم أل ريو يلي كتبت If We Were Villains استوحته شوي منه من هيدا. في جروب اوف رفقات في مجموعه رفقات عندهم كلاسيكس بروفيسور كثير كاريزماتيك وفخم وهيك. هيدي الجروب شو بيعملوا؟ هن منن يعني كثير منخرطين بالمجتمع وهيك، يعني ميسفيتس بجامعتهم يلي هي ان اليت نيو انجلاند كوليدج، يعني بانجلترا جامعه للاليت يعني للغنية غنية. اكتشفوا طريقة تفكير وحياة يلي مختلفة كتير عن كيف العالم هلأ عايشين، بس لما يزيد الأمر عن حده حياتهم تتغير للأبد وبيصير أشياء مش منيحة. وكتير متحمسة كتير كتير متحمسة. Oops, I'm actually so excited to read it. لما خلص اتلس 6 وهولي انا اوكي اي اي بكفيني سكارز عدقنا. يا الله this hurts so bad. شايفين التدخين كله بكل قوة ايدي اجا بدقنا. او ماي جاد هيدا هو The Secret History by Donna Tartt. مش حقراه جكارة. That's really it لفيديو اليوم. Like, share, subscribe, do all the YouTube things. كنت بدي اعمل فيديو على احلى كتب لإلي بالحياة بس ما عندي المنتل انرجي انه اتحمس لهم هلا، فكرمال هيك قلت لكم شو بدي اقرا. عم بعمل هيك لانه كل الكتب هون. فمثل ما قلت لايك شير سبسكرايب دو اول ذا يوتيوب ثينجز وبشوفكم بالفيديو الجاي. جود باي.